مش عارف انا زيك وفي يا جماعه ومفيش غيرنا. وفعلا انا موافقك على الجمله دي، مفيش غيرنا. بعدين مفيش حاجه عاجبه بعض الناس، لكن شوف انا بخش النادي بحس بالامان. عارف ليه بحس بالامان؟ شايف الاعضاء كلهم بيضحكوا مبسوطين. عندك يمكن وصلت 80,000 عضويه دلوقتي، فدي بتخليني انا ابقى مستريح. وانا بقول لكم كلكم من دلوقتي ربنا يدينا العمر، قبل الانتخابات بكام يوم تعالوا اتفرجوا بقى على النادي الاهلي الشقيق، تعالوا اتفرجوا عليه دلوقتي احنا بالليل موجودين ده، شوفوا ايه اللي يعني اتحط الرخام واتحط حاجه ايه يا جماعه. انبهار. انا لفيت الحمد لله تلتين العالم يا منتصر. فلما تقعد على حته قدامها نيل يعني زي نهر السين مثلا في فرنسا او بتاع، يا دوبك بتلاقي حته قد كده تقعد الله ده النهر حلو قوي. لا ده انت بقى في النيل في النادي الاهلي ده دورين فوق بعض انسى، ياخدوا مش اقل قاعدين مش اقل من 6,000 حاجه. عارف اول ما جينا اللودر ده ابو شوكه دخل في المدرج كان بيتهد، عارف مجرد ما عمل كده نزل زي بسكوته، كلكم شفتوا بسكوته بسكوته. حتى الحديد بدل مثلا ما يبقى 12 16 مللي بصينا على الحديد كله 4 مللي وقتها، عارف ايه بسكوته. هو عمل كده الراجل اللي هقول لكم حاجه تضحك، بيبقى فيه مقاول هد عشان ياخد المخلفات كلها. الراجل جاي مش عارف دفع كام مليون ولا ايه، خلاص حلال عليك خد المخلفات. الراجل شاف قعد يلطم، والله العظيم ثلاثه قعد يلطم، ما لقاش لا حديد ولا بتاع لا ايه بسكوت. الراجل قعد يلطم، طب والنبي نص الفلوس معاه، خلاص انت فلوس دخلت حبيبي مش هتطلع، الله يكون في عونه. والله الراجل حصل له ازمه قلبيه ولا ايه؟ محدش مختلف على كده. هقول لك حاجه، انت وصلت لدرجه ايه؟ ان المدرجات قايله للسوق قايله هتقع وتحصل تاني اللي حصل في دوج الابراج، مش ناقص هنروح احنا اللي نروح السجن مش حد تاني. يعني كل الناس يقول لك ازاي تهد، طب لو اتهدد انا اللي اخش انت بقى قاعد بره. لا كان المفروض يهدوا. ويمكن انت جيت وشفت الاتساع ازاي بعد ما حصل اللي هو الهد ده. وبعدين انت حلمي زموره مش محتاج اللي هو المدرج، لا ما احنا عاملين له صاله كبيره وعاملين له كذا. وبعدين معروف من هو محمد حسن حلمي، يعني مش ده اللي. فانت خليت حتى شفت الملعب ازاي والاتساع وعملت اوض للبس للعيبه، ما كنتش قادر انت تعملها لهم تحت المدرج، كانت حاجه تكسف. يعني اللي دخل اوض اللبس في الفاكهه تحت المقصوره كانت حاجه تفرق، كان كل فرق وفرق قد كده، كانت حاجه تكسف فعلا. نادي الزمالك يبقى بالطريقه دي، تعال اتفرج دلوقتي بقى محاضرات ايه وساونت ايه وجاكوزي ايه والات ايه. هي احمد مرتضى عمل فيها شغل كويس قوي قوي، يعني احمد مرتضى فعلا عمل فيها شغل كويس جدا. ف وان شاء الله لو ربنا سهلها هنعوض الناس بقى بايه؟ بدل هنعمل استاد عالمي في سته، ده حلمنا استاد فعلا عالمي. وزاد انت في حته جميله جدا في 6 اكتوبر عند جنب جامعه زويل، استاد ويبقى جنبيه كده قاعده للاعضاء برضه منفصله بحمامات، نادي جميل يعني.